اختصاصات إدارة النظافة هي الاهتمام بتنظيف الشوارع والميادين والساحات، كذلك تولي الإدارة اهتماماً كبيراً في الشواطئ والجزر. يقع ضمن اختصاصات الإدارة 25 شاطئ وسبع جزر تكون ضمن اهتمامات الإدارة. من ضمن هذه الشواطئ والجزر جزيرة شراعو التي توليها الوزارة وكذلك ممثلة في الإدارة إدارة النظافة العامة اهتماما كبيرا، بحيث أن تقوم بتنظيفها بأفضل. هناك لدينا فريق متكامل لديه أفضل الآليات ولديه أدوات التنظيف والمعدات والطراريد لعملية التنظيف، وهناك تنظيف بشكل مستمر لا يقل عن مرتين تقريبا في الأسبوع، وهذا يعني جزء من الأعمال التي تقوم بها إدارة النظافة العامة. جميع الجزر الموجودة في قطر، إدارة النظافة العامة قسم الشواطئ حريص على نظافة الجزر مع التعاون مع إدارة المحميات الطبيعية. دائما احنا يعني نهتم في نظافة هذه الجزر ونحميه من المخلفات، حتى يكون الرحالة لما يأتون إلى الجزر يشوفونها نظيفة ومرتبة، يعني واحد يقضي جزاسته وهو يعني يكون في أفضل حال. رسالة إلى جميع المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، أنه مهما بلغ أداء وتقنية النظافة وجودتها فإنه لن يحدث تغيير إلا بجانب التوعوي اللي هو مقدم الخدمة والمستفيدين من الخدمة. فالجمهور هم شريك أصيل في هذه النظافة في تغيير السلوك، فهو واجب وطني وواجب ديني وقيمي. وهذا يعني كلمة بسيطة أختصرها، أن النظافة مسؤولية الجميع، خلوها نظيفة. قسماً 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 بمن رفع السماء، قسماً بمن نشرب بها.